أن هناك أصولا للسنة والجماعة بها يكون الشخص سنيا وبها يكون مبتدعا، هي الضابط يعني، هي الميزان. فإن أخذ بها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو سني، وإن خالف أصلا واحدا منها فهو مبتدع. هذا كلام الإمام، هذا مقتضى كلام الإمام أحمد. وجمع علماء السلف رضي الله عنهم هذه الأصول في كتب الاعتقاد. وقال نعيم بن حماد وهو من علماء السلف رضي الله عنه: من رد حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. حديث معروف أصل واحد